السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم أخواني وأخواتي ومحبين ومتابعين قناة سودانيس أنيموس؟ طبعا الليلة الشرح مهم وبسيط في نفس الوقت، تشرح كيف إنك تهجم على المواقع، والهجوم على المواقع ضربة وإسقاطة. والله هو الأمر أو الحاجة العايزة مهمة وسهلة، بس عايزة شوية تركيز. احنا في الشرح ده لازم شنو يكون عندك؟ تلفونك أول شيء إصداره من 5 اللي فوق عشان يثبت الترموكس. احنا لازم شنو؟ زي ما شايفين نكون مثبتين الترموكس. الترموكس هي عبارة عن يعني برنامج منفذ أوامر، يعني مثلا تدير أوامر إنه هو ينفذ لك. فهنا نحن هنا حنستخدم أداة هامر، زي ما شرحنا نص وسكرينات، فنحن قلنا نشرحها فيديو. طبعا بعد ما تحمل الأداة وتثبتوها، أنا حبدأ لكم. أول شي لازم تتخفوا، يعني كيف إنك تتخفى؟ إن مثلا الاي بي بتاعك يتغيره او يتغير كل ثواني او كل دقائق، يتغير لك الاي بي. يتغيره كيف؟ عن طريق اداة شنو؟ اداة تور. انا اصلا الاداة مثبتة، لكن لتثبيت الاداة نكتب باكج انستول يعني ده الامر، بس تكتب الامر ده يثبت لك الاداة بتاع التور، تضغط على انتر تكون كده اتثبتت. بعدها بعد ما تتثبت الكلمة التثبيت تكتب تور وتضغط شنو؟ انتر. زي ما شايفين ماشي التثبيت، الاي بي بغير لك الاي بي. وبعدين لما انت تهجم على مواقع او حاجه زي دي، فانت لازم تكون مخلي الاداه تور شغال في الخلفيه، تخلي يعني في صفحه تانية. بعد ما تكتمل وتحصل 100، بعد ما تكتمل وتخلي الاداه شغاله. فنحن حاليا نمشي الى الاداه بتاعه خمر. يلا زي ما شرحت لكم انهم كيف تهجموا وتعملوا شنو، وفي نقطة تاني لازم تفهموها، انهم كيف انكم تطلعوا على اي بي بتاع شنو الموقع، تطلع اي بي الموقع عشان تقدر تهجم. فاذا انت ما طلعت الاي بي بتاع الموقع ما حتقدر تهجم. فاثناء ما بنخلي ده شغال ونفتح خلفية تانية، يعني لا تطلع اي اي بي بتاع موقع، تكتب بينج واسم الموقع مثلا زين دبليو زين زي دوت كوم. انا ما متأكد منها كيف، بس زي ما شايفين جاب لي الاي بي بتاع شنو؟ شركة زين. فده الاي بي بتاع شركة زين اللي انت حتهجم بيه. يعني لو كتبت اي موقع يجيك زي ده، هنا بيطلع لك مكان الاي بي. فكده احنا عرفنا نجيب الاي بي كيف، عن طريق امر واحد بس وامر سهل، تكتب بينك، تعمل سبيس او مسافة، تكتب شنو اسم الموقع بتاعك. دي معي 2 3. بعد ما كتبنا وجبنا مثلا، ما عايز اجرب الزين عشان ما يصرم هناك في السيرفر وقوم تحصل لي زي ما يقولوا مشاكل وكده. نجيب نفتح صفحة تاني، نجيب اي موقع عايزينه. خليكم معي في الشرح. يلا يا شباب رجعنا لكم تاني. فمثلا احنا عايزين نهجم ننفذ هجوم على شركة فيسبوك،
ونحن ما عارفين الاي بي بتاع كيف. هنطلع جبال زي ما شرحنا لكم عن عن بينك سبيس تعمل شنو الرابط بتاع الموقع. نعمل بينك زي ما قلنا جبال، نعمل رابط الموقع www، نكتب facebook.com، تكتب انتر زي ما شايفين طلع علي الاي بي بتاعهم. يلا مثلا واحد ثاني اها، طيب بعدها نهجم كيف. فما عليك الا تنسخ الاي بي، تعمل كوبي، تفتح صفحة جديدة. يلا ندخل عن طريق، ندخل لأداة هامر عشان نهجم. طبعا يا شباب لازم تهجم، عشان تهجم لازم تكتب شنو CD، تكتب CD بتفتح لك شنو، تفتح لك مثلا الأدوات اللي عايزها انت، تفتح لك الأدوات اللي انت. انا طبعا مثبت الأداة بتاعت حمر، فانا بفتح كيف، هكتب حمر اسم الأداة، بكتب ls لإظهار التصل لك الملفات. يلا طبعا أداة حمر بتشتغل ببايثون 3، هنكتب بايثون 3، نكتب هامر، نكتب دي، دي لازم تشيلها تنسخها وتحطها هنا. فأنا عشان نسخ الاي بي فما عايز ارجع انسخ الاي بي تاني، هقوم اكتبها زي ما مكتوبة هنا. بعدين نعمل نكتب اس زي ما شرح لكم اخونا سبايدر، نكتب هنا الاي بي، نعمل سبيس، تاني نعمل شرطة ونضغط على بي، وتكتب مثلا البورت، فاكتب البورت مثلا 80، تعمل شرطة، تكتب تي عشان الهجوم يكون قوي ولازم تسقط الموقع. اكتب ثلاثة، اكتب 135، وبعديها شنو اضغط انتر. فطبعا زي ما شايفين كده الهجوم جاري، جاري الهجوم. فانت في الهجوم تخليها كده شغالة، ولو عايز تفتح نافذة تاني ممكن تفتح وتخد نفس الاوامر دي. يلا وفي لو انت حمراء ورجليك زي الشكل ده معناه شنو الشبكة كعبة، وكده معناه الهجوم جاري بنجاح. فهنا نحنا زي ما قلنا التخفي بتاعنا نجح، حصل هنا فيها 100%. كل ما ساعة، كل ما ثواني ولا دقايق دقيقتين بغيرك الاي بي بتاعك عشان ما يتبعوك، لان لو قبضوا فيه مشكلة. وطبعا احنا ده شرحنا الليلة عن الحاجة دي، فالشرح ده لكل المبتدئين، وهو طبعا شرح سهل وكده. فالهجوم لحد هسه شغال، انا هطلع من الترموكس، ولازم تتصفحوا لنا قناتنا سيودانيس وقناتنا التاني لايف هاكر وقناة تاني تكني سودان. طبعا دير جروباتنا، جروبنا الكبير، فعليكم الله ادعمونا فيه. وشكرا لكم، كان معكم في الشرح أيمن الملقب بالسلطان.